يقول: أنا شاب أريد أن أتزوج، وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا، فأخبرت والدي وأمي بذلك، فرفض هذا الزواج، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة، ولكن والدتي قالت لي: إذا تزوجت هذه الفتاة لن أسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تواصلن أبدا. وكذلك بقية إخواني ووالدي كذلك رفضوا، وأنا لا أدري لما رفضوا زواجي ومنها، فلم يظهر لي منها ما يمنع، وأنا على إصرار شديد، فهل علي إثم إن تزوجتها، أو يعتبر هذا عقوقا وعصيانا لوالدي؟ أفيدوني، ماذا أفعل؟ أتزوجها أم أتركها؟ ما دام أنه قد أجمع والداك وإخوتك على منع التزوج من هذه الفتاة، فإنه لا ينبغي لك أن تتزوجها، لأنهم يعلمون منها ما لا تعلم، وهم من أنصح الناس لك وأرفق الناس بك، فلولا أنهم يعلمون منها شيئا لا يناسب لما منعوك من زواجها، خصوصا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدهما، فلا ينبغي لك أن تتزوج هذه المرأة، وقد حذروك منها ونصحوك بالامتناع من الزواج بها، والنساء كثير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فطاعة والديك وإخوانك هذا خير لك من ناحية، والناحية الثانية أنهم أنصحوا لك من غيرهم، فربما أنهم يعلمون من هذه المرأة ما لا تعلمه من الخصال التي لا تتناسب ولا ينبغي أن تتزوجها، فإن النساء كثير، وطاعة الوالدين والإخوة فيها الخير إن شاء الله.